دم الشهداء ما يمشيش هبا دم الشهداء قاعد زين انا وعندهم في غزه فيها اطار المجلس الوطني الانتقالي من سكان مراكش علاش موجودين في الركسه دقيقه بس عنده شارع واحد على السيد مصطفى عبد الجليل لازم نقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وهذه امانه حطيناها في عنقك يا سيد مصطفى نحن نحترموك ونقدروك صح ولكن هذه امانه امانه في رقبتك امانه في رقبتك والله سنحاسبك عليها يوم القيامه ان شاء الله امسكوا ابناء واصدقاء ابناء قاعدين اللي عندهم الاموال الليبيين نحن نقول المجلس الوطني الانتقالي الشعب اللي طلع عليه معمر قادر يطلع عليه اي حد 1000 مليون قادر يا سياده انت بس صوتي ولا وقادر يا سياده المستشار مصطفى عبد الجليل نحن اللواء الاول مشاه كتيبه الامينه 51 الله اكبر رجال لجميع شويه رجال لجميع الشبهات بشرف عن تراب ليبيا الحبيبه ولن نقول اي شهيد سقط في تلك المعارك ونقول له ان الشعب الليبي يريد الحق الذي اهدرتوه والحكومات التي لا نعرف من اين اتيت بها الشعب الليبي قاعد واحد قاعد فقط على الكورسه نحن لن نعود انا عن شخصي امن فرع 51 طرابلس والله لن نذهب الى بنغازي حتى نتاكد ان ليبيا في ايدي امينه الله